تصدر الأمين العام السابق حميد شبار عناوين الصحف المغربية بعدما قرر في سابقة من نوعها في الممارسة السياسية بالمغرب مغادرة حزب كان يترأسه ويتغنى بتاريخه ومؤسسيه وتضحياته من أجل الشعب المغربي إلى الأمس القريب، ليدخل بذلك التاريخ السياسي بالمغرب بأول أمين عام يغادر حزبه من أجل الحصول على تزكية الترشح في الانتخابات في أحزاب أخرى. شبار الذي فلس به الأيام أو دار به الزمن كما يقول المغاربة أعلن مغادرة أحد أعرق الأحزاب السياسية المغربية، والذي تولى أمانته العامة منذ 23 شتنبر 2012 إلى غاية 7 أكتوبر 2017، تاريخ الإطاحة به من طرف نزار البركة بسبب صراعات مع قيادة الحزب الحالية، خاصة الأمين العام نزار البركة والقيادي البارز حمدي ولد الرشيد. شباط الذي يوصف بالظاهرة السياسية في المغرب لم يكن سياسيا عاديا، وإنما كان من بين الفاعلين السياسيين المثيرين للجدل، كيف لا وهو الذي قلب الطاولة على عائلة آل الفاسي غير العادية داخل حزب يقدم باستمرار كأنه حزب وطني غير عادي، واستطاع في 3 سنوات بعد دخوله إلى اللجنة التنفيذية للحزب أن يمسك زمام نقابته ثم الحزب برمته، ليتحول الرجل الذي يوصف بالسكليس إلى زعيم سياسي. فترة تولي حميد شباط مسؤولية الأمانة العامة بحزب الاستقلال تزامنت مع ما يمكن أن نسميه زمن القيادات السياسية الشعبوية من قبيل عبد الإله بن كيران، دريس الشقر، وإلياس العماري، ونبيل منيب، ومحمد نبيل بن عبد الله. وفيه شهد الساحة السياسية المغربية صخبا ودجيجا بسبب الاتهامات والاتهامات المضادة. فالسياسي الشهير بجملة مبروك العيد لم يثنيه تواضع مستواه الأكاديمي ووسطه الاجتماعي من التدرج بثبات عبر الهياكل السياسية والنقابية التي ينتمي إليها، إلى غاية بلوغ أعلى الأجهزة التسييرية لأحد أعرق الأحزاب المغربية ولأكبر مركزية نقابية بالمغرب، نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو ما جعله يطلق النار تصريحاته يمينا ويسارا، حيث اتهم الربيع العربي وحركة 20 فبراير بكونها نتيجة تخطيط صهيوني، واتهم الراحل المهدي بن بركة بالضلوع في اغتيالات سياسية في المغرب، واعتبر موريتانيا أرضا مغربية. لم يتوقع الأمين العام لحزب الاستقلال والكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في حينه أن تصريحه حول موريتانيا بداية انهياره السياسي، حيث استبعد مباشرة من مفاوضات تشكيل الحكومة من طرف بن كيران، وأصبح شخصية سياسية ممقوتة تجلب المشاكل والأزمات للبلاد. مباشرة بعد ذلك بدأ شباط يفقد نفوذه السياسي شيئا فشيئا، حيث انقلب عليه إخوانه في عدد من فروع حزب الاستقلال، إلى أن أطاح به الأمين العام الحالي نزار البركة قبل أن يتم خلعه من زعامة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ومن ثم سيزيل شباط نفسه مستبعدا من جميع أجهزة الحزب باستثناء صفته البرلمانية، ليقرر بعدها الهروب من المغرب والابتعاد عن المشهد السياسي سنوات عدة. وبعد 3 سنوات من تخلفه عن مهمته البرلمانية واحتفاظه بتعويضاته المالية، عاد شباط إلى المغرب والمشهد السياسي بقوة، حيث حاول أن يمد رجليه داخل حزب الاستقلال كما كان يفعل من قبل، إلا أنه اصطدم بالرجل القوي داخل الحزب الصحراوي حمدي ولد الرشيد، الذي أزاحه رفقة نزار البركة من واجهات الحزب، بل منعوه حتى من الترشح للانتخابات، ليقرر شباط مغادرة أحد الأحزاب الوطنية العريقة بغية الترشح في حزب صغير. وهذه قصة تستحق أن نعنونها بشباط من سياسي واسع النفوذ إلى رجل منبوذ.
المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.